خلاص اسمعني شوف دابا شوف دابا هما ملي خداو القرار هادشي كله راه عارفينه انتوما اللي قلتكم داك النهار هو الواحد ما يحاول ما يجيبش السلعه بزاف يجيب داك الشيء شويه يسير به وعاد يجيب شي حاجه اخرى انتوما راه كتحطوا كلشي راه كنمشي راه كتحطوا طون ديال البان انا واقيلا الله يهديك شوف على اي بلا ما ندخل في التفاصيل شوف بلا ما ندخل في التفاصيل انا كيما قلت لكم لو كان ان القرار عندنا محليا من الحكومه المحليه ماشي مشكل ولكن دابا الا خليناكم جبناكم ساعه نضطروا نزيدوا المارش تاعنا نضطروا نزيدوا التكوين ساعه وغنكون حنا اللي خرقنا هذا التطورات حنا راه مقيدين ما يكون شي حاجه زعما محليا ما درتها لكم انا راه راكم عارفين انا راه حاسبكم انكم مكرسين ولكن لا لا صبروا دابا وحرموا الله كما قلتوا الحمد لله.